تتميز المناطق الجافة بقصر الموسم هطول المطري في هذه المناطق وبطول الموسم الصيفي وبارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن إدارة المصادر المياه الساقطة على هذه المناطق يجب أن تتم بشكل جيد جدا بالنظر إلى التغيرات المناخية التي تعمل على تقليل توزيع الأمطار في هذه المناطق، وبالإضافة إلى تقليل كميات الأمطار الهاطلة. فمن الملاحظ مؤخرا بأن كميات الهطول أصبحت تكون شديدة الهطول مسببة الفيضانات الومضية، وبالتالي يجب إدارة هذه المصادر مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع هذه المصادر في مناطق المنبع ومناطق المصب.